سنة 2023 أشوف بالنسبة لقصة الأوبئة اللي احنا عايشينها من سنة 2020، بالنسبة لموضوع كورونا وده السؤال اللي بتسأله دايما، لا بشوف انه هيكون في علاجات مهمة، وفي يعني ممكن يبقى في انتهاء للوباء بتاع كورونا، بس كمان في أوبئة تانية هتنتهي زي الكوليرا كمان. فأنا شايفة إنه دي سنة فيها ظهور لأدوية لأمراض عديدة، بس في نفس الوقت في أمراض تانية. يعني كتب القدماء بتقول إنه السنة لما تبدأ بيوم حد وده يبقى طالعها الشمس، دي سنة ممكن يظهر فيها أوبئة تصيب الجلد وممكن تصيب العين وممكن تتسبب في سقوط الأجنة، يعني الحوامل حملهم ما يكملش. ففي ده اللي الكتب القدماء بتقوله، وبالتالي لو طبقنا ده مثلا على وباء زي جدري القرود ده بيصيب الجلد، وفي حالات بدأت تظهر. فبما انه الكتب القديمة بتقول انه أوبئة تصيب الجلد، فأنا أتوقع إنه ممكن يكون جدري القرود من الأوبئة اللي تنتشر خلال 2023. في كمان أوبئة ممكن تصيب العين، وزي ما قلت تصيب الستات الحوامل وتتسبب في سقوط الأجنة. ده بالنسبة للأمراض، وربنا يحفظنا ويحمينا إن شاء الله. في